المشكل كانت في ملي كانت عندي عامين. اها المهم ملي كانت عندي عامين توقع والدين دياولي على بعضي. ملي كانت عندك شحال؟ ملي كانت عندي عامين. يلا باقي ما كملت عادي. ملي كانت عندك عامين شنو؟ ملي كانت عندي عامين وتلقى والدين دياولي على بعضياتهم. اها كملي. المهم صافي ملي كل واحد طلق بعضياته واحد عاود زوج وانا بقيت عاوتاني زدني الوالده هي مات. ملي زدني عاوتاني الوالده قال ليها داك الراجل اللي تزيد زوجات به قال لها ودي انا ما يمكنليش نسلكي كيف ترديها لباها. المهم شخص ردتني هكا قلت لهم باش هي مات هكايا مع مرات الوالد هكايا لا عايشين غير عايش بسطاء وصافي هذا على قد الحال. المهم كل مرة واش كدير لي يا مرات الوالد كل مرة واش كدير لي كتعذبني كتعنف لدرجة انه هكايا واحد النهار قتلي يا سارة قتلي هذا لا انا يلا تما عاوتاني كمل 3 سنين قال لي الله بعدا كنعرف نهضر بعدا شي شويه. اها المهم قالت لي صافي كلامهم قالت لي اجي ندوش لك صافي انا مشيت بالنيه ديالي ما على بالي والو نهائي وراه خويا طيب عرفتي عندك تشارج بزاف وصوتك ما واضحش بالبين تنحاول نسمعك ما عرفتش واش الناس تيسمعوا كيما تنسمعك انا ولا واضح ما عرفتش واش ودابا هضري هكا خليك هكا ايا قلتي دخلتك باش اها المهم دخلتني هكا يا ندوش قالت لي انا نجيب الماء. المهم فاش جبت الماء درت لي الرجلين ديالي هكايا في البانيو والماء جبتهم طايبين خرجهم داك الدخان رميتهم درتهم لي على الرجلين ديالي هكايا فاش درتهم لي على الرجلين ديالي في مع رجلين رطيط بين ومع يلا كانت عندي 3 سنين تما يا صافي رجعوا الرجلين ديالي ولا بحقتي هذايا كيتحرقوا شويه بشويه. دابا كنتي حاطه دخلتك قالت لك اجي ندوش ليك دابا اللي باش نفهم قالت لك اجي ندوش ليك ياك ساره ملي دخلتك حيدات لك حوايجك حطيتي رجليك جات الماء سخون وهي تكبوا لك على رجليك واو وهي تكبوا ملي مات على رجليك في ديك اللحظه صافي رجلين ديالي صافي حكتي كيتحرقوا شويه بشويه مع الماء بحال كبيتي على البيدو ديال الميكا هكايا فهمتي صافي رجلي ولاو كيتشوهوا هكايا لدرجه انه واحد نيت خرجت لي عليه ما مشاو ليا كاع السبعين بقاو فيهم غير جوج من بعد راه حطيت التصاور ديال الرجل ديالي عند البوست ديال الادمين اللي معاك الادمين هذاك صيفطهم صافي هذا الشيء وهذا راه غير دوك انا ما الاخرى راه ما صيفطتهاش حيت وحده ملي اللي معيقاني بزاف الا بغيتي تصيفطيها حتى هي تقدري تصيفطيها لي دابا اها الا يمكن لك نوريها واخا وخليك شي بلاصه فيها كونيكسيون ولكن خلص دابا خويا بدر اختي قلتلك صافي بحقتي ديك الاخرى ما بقاتش بحال الاول حيت درتها العمليه الجميل صافي بعدا ولات بعدا نورمال ماشي ما كانتش بحال الاول. اما الاول هكايا صافي مع المسقون كل صباع فين مشى صافي فاش هذا يوم من بعد داك الشيء وما كفاتش بلي انه فاش حرقت لي كاع رجلين ديالي من بعد جات هرست لي في واحد لي وقوتني في ظهري وفي كرشي بواحد السفود باش كنطيبو به في الفران ديال العواد كوتني به بكرشي وفي ظهري هكايا جابت بحال البالا هكايا ديال الحديد طيبات هانيت مزيان ومن بعد حطتها لي على ظهري ومازال لحد الان مازال عندي لاطراس هذا في كرشي وفي ظهري ناري راه ما تقدروش تشوفوا رجليها
راه ما تقدروش. المهم مستحيل وراه بزاف التصوير. ديك اللحظه فاش راسلتني في فليم في جا الوالد قال لي شنو هذا الشيء وهذا، قلت لي ما عرفتش معاك كنت مازال صغيره ما عرفتش كاش وقع. صافي جابني هكا الوالد للسبيطار، صافي لحس لحاب بحق تيدواني بعدا يدي بعدايا حتى ولات بخير. المهم ورجلين صافي صافي مازالين مشويين بالاخر سميت واحد ميت لحد الان لحد الان سميت شويه. المهم قالوا للوالد الا بغيتي نعالجو لك بنتك خاصك تبقى تعطي 100,000 ريال لكل شهر. المهم قال لهم الوالد ديالي انا ما نقدرش يلا انا على قد الحال ما يمكن ليش انني نعطي داك المبلغ كامل. المهم من بعد هكايا جابني لواحد الدوار اللي كاينين في اللي كاينه فيها مرات عمي، قال لها عفاك واش تهزي ليا بنتي؟ قلت لها شنو وقع شنو وقع؟ قلت له ودي ما يمكن ليش. هو ما طلق لها مراته ولا والو؟ لا ما طلقهاش لحد الان مازال عنده. المهم فاش هكا جابني لعند مرات عمي قلت لها ودي ما يمكن ليش نهزها لك يلا عندي الدراري وهدرنا ما يمكن لي وزايدون في ديك الوضع في ديك الوضعية ما صافي عرفتي المصار اللي تخرجوا لي الله غير ربي سبحان الله سبحانه وتعالى فاش يبيحني شي واحد راه فاش كواتك فاش كواتك داك القطيب ما عندكش تصوير؟ لا ما عنديش صافي. المهم هكا صافي قال لها الوالد واش هزها؟ قالت لها اودي ما يمكنليش نهزها راك عارف الدراري كاينين وانا على قد الحال ما يمكنليش. المهم في داك الحي نيت فاش كاينه مرت عمي كاينين شي ناس عاوتاني بحال كنتي ما كيجيونا والو غير بحال صافي. المهم جات واحد المرة هكايا هي ولدها وراجلها وبنتها شافوني هكايا وبقيت فيهم. المهم جات ديك المرة اللي شافتني قالت للراجل ديالها قالت لي واش ربي تعطيني الأب ناس ديك البنت ندير فيها خير. قال ليها راه كرفستيني شوفي حالتها كي ولات وهذا. قالت لي ربي غير عطيني هي الإبن منك صافي أنا نتكلف بكل شيء. المهم عطاها الإذن وهزتني وصافي ديك اللحظة مسكينة قابلتني وهذا صافي درتني بحال بنتها قابلوني بحقتي عايشة بعدا بخير. حتى واحد النهار هكايا صافي جاو شي أطباء هكايا درت بعدا العملية لواحد الرجل ديالي اللي مشوها ليا بعدا اللي مازال فيهم شي صبيعات وكل طبع فين كاين صافي. ومن بعد صافي من بعد هكا كل ما كنكبر بحقتي وعندهم حتى هما البنات عندهم هذا وليت بحقتي كنحس بالغيره عاوتاني مع البنات ديالها ايوا هكا ايوا بنتي هي عزيزه عليك ايوا هذا بحقتي كاينوا شي مشاكل على ودي انايا كنقول زعما انا ما درت لا بيديه لا برجليه كنقول نصاب كون غير عندي والدين ديالي حتى انايا بحالي بحال البنات ما بقاش كاع معايا بحال هكا ماشي اي حاجه اللي توقع نصفها في ساره هي كلشي ساره هي السبب فهمتي. المهم لدرجه المهم صافي واخا نوري الناس التصويره كلشي باغي يشوف التصويره ممكن نوريها لهم ما نقدرش خايفه تكون لا فامي كتشوف وهذا ما نقدرش ما نقدرش يعرفوك من رجلك اولا حيت بزاف اللي غيكونوا بحال هكا حيت ان كلشي مبدل الصوره مبدله. اوكي واخ كملي لي. المهم صافي جاب الله صافي كل وليداتهم صراحة الدراري ديالهم الله يعمر ليهم الدار كاختهم اللي كيتعاملوا معايا غير اللي كيجي سارة الكبير والصغير سارة للدراري ديالهم لولاد بلادهم يعني الحمد لله صافي بناتهم هكايا واخا تزوج ولكن شي بعد الموت هكايا كيجيو كيديروا لي شي مشاكل وكيديروا لي شي صداع دور بحقتي كيدوزو هكايا وكيهزوا لي شي حاجة من حوايجي
صافي بحال حتى وليت كنخاف منهم. صور بحال قلتي انه الواحد انه يتمنى لك واحد الحال واحد الحاجه الخايبه لواحد البنت يعني تجيب لهم شي حاجه غير شرعيه على برا هكايا بين قوسين يعني غتخاف من داك بنادم انه ياديك بشي حاجه ومن كل شي حاجه بحال هكايا. صافي وليت بحال قلتي كنخاف على حوايجي وليت فيما كيجيو كنخبي حوايجي وهذا وهذا طاف. حتى لواحد النهار هكايا المهم جات لعندي هذا الخوادريه ديالي اللي زعما هي من الوالد، واخا انا بحال قلتي تفرقت على والدين جاولي، ولكن الوالد ديالي جات باش عندي ملي كانت عندي 17 عام. اول مره بحال قلتي اول مره نعرف الوالد ديالي كيف داير. قلتي صافي ما بقيتش صراحه بغيتو ما بقيتش باغا كاع نشوفهم نهائيا، وما ربيت ما صافي ما بقيتش كرهتهم نص مره ما نكذبش عليك، حيت كنشوف بحال قلتي شي حوايج كيوقعوا ليا من غير انني بحال قلتي ما عندي ند صراحه نهائيا في هذا الشيء كاع كامل. صافي المهم كيجي الوالد بحال قلتي هكايا مره كيدوز عندي. هذا واحد نهار هكايا اول مره عاوتاني نشوف اختي كنقول يعني الام الا جيتي عاوتاني كنكرههم، ولكن عاوتاني عندي واحد القلب حنين شي بعد المرات عاوتاني كنبغي نتعرف على العائله ديالي، حيت اصلا الدنيا فايته واخا يوقع لي وقعت الدنيا فايته. المهم جات عندي هكايا هذا شفتني في ديك الحاله قلت لك لا ما يمكنش الوالد ديالي يدير لك هكا وهكا. قلت لها شوف لا ما تقول ليش ما يمكنش، قلت لها هي اللي دارت لي هذا الشيء وكل شيء شاهد بلي انها هي اللي دارت لي هذا الشيء. المهم صافي تزوجت قلت لك ولا بد انك تجي تزورينا وهذا. قلت لها صافي واخا انا غنجي. اول مره عاوتاني غنعرف مرض الوالد فاش زعما صافي كبرت نيت يعني سقط الدنيا خبر كما كيقولوا. المهم مشيت عاد حيت ما كان والو عادي رحت معاهم نشط معاهم وهذا. واللي بقى فيا صراحه انا هو واحد الخوادريه انتقم ليها الله فيا نيت. تصور ما كتهضر مسكينه خلقها الله نيت بحال الله بحال الشكل ديال القرد مسكينه نيت. قلت لها ما عندكيش ذنب بنتي وحق الله نصب الصبر بي يعاقب غير الام ديالك وما انت ما عندكيش نهائيا اي ذنب كاع في هذا الشيء كاع كامل اللي وقع. المهم صافي دوزنا كاع داك الشيء بخير وعلى خير وهذا. صافي رجعت للدار رجعت زعما لهذو اللي تبناوني. صافي رجعت واحد شهرين جاني واحد المرض صافي ما بقيتش كنعس ما بقيتش صافي كليت خلاص. هذا قبل من ديك شهرين جاوني بنات ديال هاد المرأة تجي عندنا هكايا. صافي فاش مشاو كنحس براسي ماشي هي هذيك. صار كان عندي داروا ليا شي حاجة ديال التوكال وهاد الشي كاع كامل ديال السحر. صافي وليت كنعاني يعني صافي وليت كنغوت لصحاب الدار قلت لهم صافي خرجوا من هاد الدار وهذا شحال من حاجة. المهم صافي وبديت عاوتاني كنتعالج شوية بشوية عند الراقي عاوتاني وهذا حتى وليت بعدا بخير. فاش فتحت عاوتاني ديك الحاله هكايا والرجل ديالي عاوتاني اللي قلت لك طايبه اللي صيفط للبشره هكايا خرج لي فيها عاوتاني واحد الورم اللي هو خطير جدا ماشي بخايب. صافي انا ما ديتش على داك المرض نهائيا يعني كنقول زعما وراه غير الجلده هكا طايبه دايره بحال الشكل ديال الشفرون اللي دايره تحت القدم ديالي. كيقولوا زعما عادي صافي كنحيد داك الشيء هكا بالمقص ولا كنمشي لعند الاطباء كيقول لك زعما راه شي حاجه عاديه ماشي شي حاجه خايبه. المهم صافي سنين على سنين تقريبا شي 5 سنين نيت والعام اللي فات هكايا العام اللي فات بحال قلت تقصح نيت بزاف. صافي مشينا نيت طلعنا للكلينيك انا واحد خالتي هكايا مشينا طلبوا لينا واحد البلا اللي هو كبير بزاف يعني كيقول لك العمليه الا بغيتي دير العمليه خصك 1.5 مليون 1.2 مليون. قلت لهم اودي بزاف ما عنديش جات داك الشيء كاع كامل وهكا راه بزاف.
المهم قالوا هذا الشيء اللي كان غادي نحيد لك 20 وتبقى مليون. صافي انا التواصل ديالي مع مرض الوالد عاوتاني رجع بحال ما كاين والو، كتواصل معايا عادي. صافي فاش عرفت عاوتاني بلي انني مريضه وهي كاع السبب في هذا الشيء كاع كامل، وفرجلني فاش حرقتني وهذا صافي. المهم يعني تند معها الحال عاوتاني كاش ما غاش ما غاش. صافي ومن بعد هكايا ما عادش سلفت كاع داك المبلغ عند شي صحابات هكايا، وجات صافي جات لعندي هكايا الحمد لله. بعدا داز العمليه بخير وعلى خير، حيت داك الشيء قبل من هاد رمضان اللي فات. صافي فاش صليت العمليه ديالي وطلعت كاع داك الشيء كاع كامل، قالت لك يلا ترجعي لعنا. قلت لها ودي ما نقدرش صراحه زعما نجي عاوتاني. صافي قلت لهم الا بغيتو نجيو يعني مرحبا، انا باش نجي ولا شي حاجه بحال هكا ما نقدرش. الوالد ديالي بحال صراحه واخا توحشتو صراحه تقريبا، واخا يعني فاش كنت مريضه ولكن ما مشي بحقتي شي زعما شبعت منه. نقول لي ديك البنت اللي شبعت من الاب ديالها علقات وجلسات معاه وهذا، لا بالعكس غير حيت كيقول له زعما ساره راه مريضه بزاف وخرج لها شي ورم وهذا بحقتي. صافي حتى هو مسكين تصدم وبقى فيه الحال وشحال من حاجه هكا. صافي جا داز عندي هكا صافي. من بعد داك الشيء كاع كان ومرت عاوتاني الوالده ديالي شي مات هكا عاوتاني توفى راجلها. قالت لي اجي دوزي عندي. انا صراحه قديش صافي كنت فكر داك الماضي وداك الشيء كاع كامل وهذا، ما صافي كنقول غير صافي ما بغيت لي يسول فيا ولا يسول حتى واحد، انا بغيت غير نعيش غير مرتاحه. حيت صافي يلاه ملي كنت عندي عامين مشاكل بحقتي والضغط الا ما جاك من برا ويجيك من الداخل، صافي الاضطرابات النفسيه عندي انا صافي كنقول غير بغيت غير نرتاح. صافي بغيت غير نمشي غير لشي بلاصه اللي كنعرف لي فيها حتى واحد، ما كنعرف حتى واحد. صافي المهم هكايا من بعد صافي واحد ما عرفت لي بغيت انني عاوتاني نمشي نشوف الوالده ديالي. المهم مشيت ولكن ما طولتش عندها، مشيت غير بشتها وهذا صافي. والغد لي رجعت بحالتي كتبقى تقول لك ايوا قلتي عندي وهذا. قلت لها ودي انا ما نقدرش نجلس عندك نازل. صافي بغيت نمشي بحالتي واخا مازال كاع مشت كاع خوتي اللي حادي الان باقي كاع ما عرفتهمش باقي كاع ما نهائيا. صافي انا عاوتاني قلت لهم انا عاوتاني ولدت عاوتاني صراحه ان هاد الناس عاوتاني انا عايشه بخير مرتاحه ولله الحمد يعني صافي ما كاينش صافي حاجه اللي كتضرني ما بالنقص منها صافي. واش اللي كاين اخويا؟ اي القصه ديالك تعرف في كاع الناس اللي تيتفرجوا في هذه الحلقه هذه ودي ساره شنقول لك؟ بعض المرات ما تتلقاش ما تتقول، ولكن اللي نقدر نقول لك هو الله يجعل كل ما تبقى من ايامك يا سعاده وفرح. تتمنى من اي واحد يشوف هذه الحلقه واي واحد تسمع الصوت ديال ساره دير معها شي دعوه الله يفاجئها لك. واش وصلت بحقتي؟ واش وصلت كاع هادشي مزيان حيت مع الارتباك؟ لا بالعكس حسينا بك والله كنتحترم وهذا بالعكس والله حسينا بك وحسينا بالمعاناة ديالك. فاش غنقول لك نتمنى من ربي انه يفاجئها عليك والله تنتمنى نتمنى كل واحد يكتب لها شي دعوه. شي واحد الا بغى الرقم ديالك ساره نعطيه ليه؟ واخا ماشي مشكل. اللي بغى الرقم ديال ساره يتواصل معنا عبر الصفحه الرسميه بي ا دي ار او اسباس اش اي ال ا ال اي. كتب لي بغيت الرقم ديال ساره. ساره تقدر تقول لنا المدينه فين ساكنه؟ من واحد يلا الرشيديه. من واحد الرشيديه؟ نتمنى من الله عز وجل انه تعيطي لي شي نهار ونلقاك احسن الابتسامه على وجهك. تنشكرك بزاف.